السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا راح يكون عن البيتوايز اوبريتورز في المايكروسي. لو نروح في الهلب وندخل على البيتوايز اوبريتورز، طبعا باستخدام البيتوايز اوبريتورز راح يسمح لي اني اسوي نفس عمل البوابات المنطقية، اوكي، اللي هي الـ AND والـ OR والـ XOR إلى آخره. طبعا هنا هذه الاوبريتورز اللي اقدر استخدمهم، اللي عندي اول شيء الاند، طبعا هذه نفس يعني عملها نفس بوابة الاند، اوكي. يقول لي هنا compares pairs of bits and returns 1 if both bits are 1 otherwise returns 0، اوكي. يعني اذا كان عندي البتين واحد واحد يعطيني واحد، اما غير ذلك صفر، اوكي. وهنا عندي الاور، طبعا هذه طريقة كتابة ال R. يقول لي compares pairs of bits، اوكي، يقارن بتين and returns one if either or both bits are one، اوكي. يعني بكل بساطة إذا كان عندي البتين واحدين يعطيني واحد، أو واحد فيهم واحد، اوكي. اوكي، يعني على الأقل لو عندي واحد يعطيني واحد، اوكي، أما غير ذلك صفر، اوكي. وهنا عندي ال XOR، اوكي. طبعا في الـ عندي هذا، طبعا عند البوابات، طبعا قلنا الاند، شوف هنا عندي في الصورة هذه بوابة الاند، اوكي. طبعا هنا يكون اسهل شرحه، هذه بوابة الاند، اوكي. هنا عندي البتين اللي بنقارنهم، اوكي، وهنا الاوتبوت، اوكي، يعني النتيجة، اوكي، الخرج. فقلنا في بوابة الاند اذا كان عندي واحدين يعطيني واحد، اما غير ذلك صفر، اوكي. فهنا عندي صفر صفر، فالنتيجة صفر، اوكي. وعندي هنا زيرو وان، فبيكون عندي زيرو وان زيرو، ايضا بيكون عندي زيرو. اما وان وان يعني عندي واحدين بيعطيني واحد، اوكي. فاذا كان البتين عندي واحدين يعطيني واحد، اوكي. وهنا عندي الاور، اوكي. طبعا هنا زي ما شفنا الاور كذا نكتبها. عندي هنا الاور، اوكي، قلنا في الاور على الاقل لو عندي واحد يعطيني واحد، اوكي. يعني لو نيجي نشوف هنا هذا التروث تيبل، طبعا جدول الصواب حق الاور جيت، هنا عندي البتين، اوكي. هنا عندي 0 0 يعطيني 0، هنا عندي 0 1 يعطيني واحد، اوكي. ف اي منهم اذا كان واحد بيعطيني واحد، اوكي. هنا عندي الاي ب 0 والبي ب 0 فيعطيني واحد، وهنا عندي 1 0 فواحد، اوكي. فتلقائيا واحد كان عندي على الاقل واحد، اوكي. هنا واحد واحد طبعا واحد، اوكي. فمجرد ان يكون عندي واحد خلاص، اوكي، فالنتيجة بتكون واحد. اما في ال XOR، طبعا ال XOR عندنا هنا في الجدول اللي هو بعد ال OR، هذا ال XOR. لو نجي نرجع نشوف الصور، هنا عندي الاكس ار، هذه بوابة الاكس ار، اوكي. فاذا كان عندي صفر صفر تكون عندي نتيجة صفر، صفر واحد فيكون عندي واحد، اذا كان واحد صفر واحد، اوكي. اما اذا كان واحد واحد يعطيني صفر، اوكي. فاذا كانوا البتين متشابهين يعطيني صفر، اوكي. فهنا عندي زيرو زيرو اعطاني زيرو، اوكي. وهنا 1 1 طبعا البتين متشابهين فاعطاني شو اسمه زيرو، اوكي. فهذه باختصار البوابات، اوكي. طبعا نحن شرحنا ثلاث بوابات، الاند والار والاكسور، لان راح نستخدمها في المايكروسي، اوكي. طبعا البوابات كثيرة عندنا، النور والنوت وغيره، اوكي. وبعد هنا عندي هذا الانفرس، اوكي. هذا وش وظيفته؟ تعكس الحالة، اوكي. يعني مثلا اذا كان عندي واحد تخليه بزيرو، اذا كان عندي زيرو تخليه بواحد، عكس نفس اللي استخدمناه في اللدات. يعني اذا كان اللد طافي يشغله، واذا كان شغال يطفي، العكس تعكس الحركة. وهنا عندي البيت وايز شيفت، هذا عندي الشيفت ليفت، هذا راح يحرك البتات، جميع البتات الى اليسار، اوكي. وعندي هنا البتواز
شيفت رايت، هذا راح يحرك البتات الى اليمين، يعني جميع البتات الى اليمين، اوكي. فهذه البتوايز اوبريتورز اللي اقدر استخدمها في المايكرو سي، راح نسوي امثله عليها ونشرحها ان شاء الله بالتفصيل، اوكي. اول شيء راح نبدا نسوي مثال على بوابه الاند، طبعا هنا راح نشرحها نظريا ونسوي عليها مسائل، وراح نسوي امثله على البرمجه ان شاء الله، اوكي. اول شيء نبدا بالاند، هنا قلنا اول شيء طبعا نسوي بوابة الاند، هذه بوابة الاند، هذا الاكس عندي خرج، اوكي، وعندي هنا البتين اي وبي، اوكي، اللي بنسوي عليها المنقارنة، اوكي. قلنا هنا الـ A وهنا الـ B، اوكي. هنا عند الـ X، اوكي. فأنا عندي دخلين الـ A والـ B، اوكي. فهذا اللي بسوي بقارن فيها البتين، اوكي. فأسوي اثنين أس اثنين، طبعا اثنين ثابت، أعطي اثنين أس اثنين كم يعطيني؟ يعطيني أربعة. طبعا احنا سوينا اثنين أس اثنين لأن عندي دخلين، طبعا عندي هذه بوابة أند وعندي دخلين، ف اثنين قلنا ثابت أس عدد المداخل، عدد المداخل طبعا الـ A والـ B اثنين دخلين، فبيكون عندي اثنين أس اثنين بيكون ناتج عندي أربعة، أوكي. طبعا هذا الطريقة عشان نطلع فيه ترو تيبل، أوكي، اللي هو جدول الصواب، أوكي. فعندي أربعة، يعني بيكون عندي أربعة احتمالات لدخلين، أوكي. طبعا نكتب الاحتمالات، واحد اثنين ثلاثة، هنا عندي أربعة، أوكي. فعندي أول شيء هذه الاحتمالات، أول شيء زيرو زيرو، اوكي، يعني الـ A off والـ B off، اوكي. طبعا راح نسوي كل الاحتمالات في الدخلين، اوكي. بعدين بيكون عندي الـ A off والـ B on، اوكي. بعدين العكس، الـ A on والـ B off، وبعدين اخر شيء طبعا ما بقى عندي الا ان اثنينهم يكونون on، A والـ B، اوكي. طبعا قلنا بوابة الـ AND اذا كان عندي واحدين يعطيني واحد، اوكي، يعني إذا كان كل شو اسمه الدخل واحد، كل البتات واحد، بيعطيني واحد، أوكي. فهنا تلقائيا واحد، والبقية طبعا ما عندي شو اسمه، ما كله مو بوحد، هنا واحد صفر، تلقائيا صفر صفر، كلها أصفار، أوكي. فهذا عمل بوابة أند، أوكي. نسوي عليه مسألة، هذا عندي مثلا عندي متحولين، ف عندي متحولين في الكود، مثلا A وعندي B، اوكي. وعندي هنا ال X اللي بيكون فيه النتيجة، اوكي. مثلا نفترض ان ال A يساوي 192، اوكي، والبي عندي بيكون 15، اوكي. طبعا احنا لازم نسويه على لازم نسويه بالباينري عشان نقدر نقارن البتات، اوكي، عشان نقدر نسوي عليها بوابة الاند، اوكي. طبعا هنا قلنا بيكون الناتج، اوكي. ف 192 بالثنائي تساوي، بالثنائي عندي واحد واحد، هذا عندي 192، اوكي. هنا طبعا بالثنائي طبعا هذا الواحد، عندي هنا الواحد اثنين اربعة ثمانية 16، اثنين وثلاثين،
64128. طبعا يمكن يكون الخط مو بواضح، اوكي. فنحن طبعا اللي فيه اصفار ما نحسبها، اوكي، بس لابد ان نكتب، اوكي. طبعا هذا متحول بايت، فعندي 8 بتات، 1 2 3 4 5 6 7 8، اوكي. فقلنا نحسب اللي فيها واحد، اللي هي اخر واحدة في اللي صار، اوكي. عندي هذه 128 طبعا، وهنا عندي 64، اوكي. اذا جمعناها بتطلع 192، اوكي. هذه ال A، وهنا عند ال B طبعا ال B قلنا 15، اوكي. طبعا ال 15 بيكون عندي هذا الواحد، وهنا عند الاثنين، وهنا عفوا، وهنا بيكون عندي الأربعة، وهنا الثمانية، اوكي. البقية اصفار، اوكي. طبعا اذا كنا بنتأكد، هنا واحد، هنا بيكون الاثنين، هنا اربعة، وهنا الثمانية، اوكي. هذا عندنا 15. فالان الاكس وش يساوي؟ الاكس يساوي، طبعا هذا الطريقة اللي نسويها في البرمجة، اوكي. لان نبغى نسوي نقارن، نسوي بوابة الاند، اوكي. فايش نسوي؟ الاكس وش يساوي؟ يساوي ال A، بعدين نساوي ال AND operator، اوكي، بعدين B. فهذا وش راح يساوي؟ راح يسوي بوابة ال AND على البتين، اوكي، ال A وال B، اوكي. فبيجي هنا طبعا، نجي نكتب هذا من جديد. هنا عندي هنا ال A، قلنا بيكون 1 1 0، اوكي. وهنا عند البي فعندي هنا الاكس اللي هو بتكون فيها النتيجة. فبيجي هنا قلنا هنا بوابة اند، بيسوي عليها بوابة اند، اوكي. فقلنا هنا عند ال A، وهنا عند ال B، اوكي. ف واحد مع صفر في بوابة الاند وش يعطيني؟ قلنا واحد مع صفر، لو رجعنا هنا ورا قلنا واحد مع زيرو بيعطيني زيرو، اوكي. اذا كان واحدين بيعطيني واحد، فعندي هنا تلقائيا زيرو، وهنا ايضا زيرو، وهنا زيرو، هذا الصفر، هنا الصفر، هنا زيرو، ايضا هنا زيرو، عندي هنا زيرو اخر شيء، يعني كل زيرو بتكون، اوكي. فهذه النتيجة، اوكي. لأن قلنا إذا كان عندي واحدين بيعطيني واحد، أما غير ذلك فالنتيجة بتكون صفر، أوكي. طبعا هذا مثال على على الـ AND operator، أوكي. طبعا راح نشرح بالتفصيل في البرمجة، أوكي. نعيد كتابة هذا عشان نوضحها. هنا قلنا 1 2 4، هنا 8، هنا 16، هنا 32، 64، هنا 128 آخر شيء، أوكي. الآن بنسوي مثال على الـ OR operator، أوكي. أول شيء نبدأ نسوي بوابة الـ OR. هذه بوابة ال R، عندي هنا ال X، وهنا عندي ال A وال B، اوكي.
هنا نسوي الجدول. بيكون عندي 0 0 او 0 1 او 1 0 او 1 1. اوكي، طبعا قلنا في بوابة الاور اذا كان عندي على الاقل واحد فالنتيجة بتكون واحد. اوكي، فانا عندي 0، هنا عندي واحد، البي واحد طبعا خلاص بيكون واحد، وهنا عندي الاي واحد خلاص بيكون واحد، وهنا عندي 1 1 طبعا واحد. هذا باختصار عمل بوابة اور. اوكي، نسوي عليها مسألة، بنسوي طبعا نفس اللي شفتوه هنا في البوابة بوابة الاند. اول شيء بيكون عندي هنا متحولين، متحول اي يساوي 192، وهنا عندي البي يساوي 15، هنا عندي الاكس تكون في النتيجة. اوكي، طبعا قلنا اول شيء نحول هذه الى ثنائي. اوكي، الاي اللي هو 192، عندي واحد، والبقية أصفار. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. هذا عبارة عن 8 بتات. أوكي، قلنا هنا الواحد، هنا الاثنان، أربعة، ثمانية، 16، 32، 64، 128 آخر شيء. إذا جمعنا 128 زائد 64، نيجي نحسبها هنا، 128 زائد 64 فعلا 192، هذا النتيجة 192. اوكي، والبي اللي 15، عندنا 4 وحايد و4 أصفار. اوكي، هنا عندي الواحد، طبعا هذا بالباينري، هنا عندي الـ4 والـ8. اوكي، نجمع اللي عليها وحايد زي ما سوينا هنا. اوكي، نجمع اللي عليها وحايد، هنا عندنا 4 وحايد اللي هي قلنا 1 2 4 8، لو نجمع هذولي اللي قلنا 1 زائد 2 زائد 4 زائد 8، 15. اوكي، اوكي الان الاكس يساوي، قلنا بنسوي عليها الاور اوبريتور. اوكي، يعني الاي هنا نسوي الاور بي، اي اور بي. اوكي، اوكي، فاجي هنا اكتب القيم من جديد عشان اسوي ال عشان اسوي شو اسمه المقارنة. فهنا يكون عندي الاي وهنا عندي البي. كان الآن الاكس يساوي، نسوي بوابة الاور، وقلنا في بوابة الاور اذا على الاقل عندي واحد خلاص يكون واحد. اوكي، مباشرة. اوكي،
اوكي، فهنا عندي واحد، عندي هنا بيكون واحد لان خلاص عندي الاي واحد، وهنا ايضا الاي واحد واحد. هنا عندي اصفار صفر صفر زيرو صفر صفر ايضا زيرو، وهنا عندي البي واحد هنا اوكي، فخلاص احط واحد. وهنا عندي ايضا هنا لوحة كل البي واحد، كل وحايد البي اوكي، فنحط اربع وحايد اوكي. فهذه عندي النتيجة. اوكي، فاذا حطينا هذه النتيجة اللي سويناها من خلال ال OR operator، اذا حطينا مثلا هذا عبارة عن بايت 8 بتات، اذا حطينا هذه النتيجة في البورت وحطينا فيها اللدات، راح نلاحظ ان كل اللدات راح تشتغل الا هذول اللدين، لان تكون عندي زيرو زيروين اوكي. فهذا مثال على الاور اوبريتور اوكي. الان بنسوي مسألة على الاكس اور اوبريتور اوكي. اول شيء نبدأ نرسم بوابة ال XR هنا عندي الخرج، هنا عندي ال A وال B اوكي. نسوي الجدول هنا بيكون عندي 0 0 هنا 0 1 1 0 1 1 اوكي. قلنا في ال XOR لو تذكرون ان اذا كان عندي بتين متشابهات فبيعطيني 0، هنا 1 1 ايضا متشابهات 0 اوكي. اوكي يا واحد، لو نرجع نتأكد نشوف ال Truth Table حق ال XOR، طبعا هنا عندي طبعا فعلا اذا كان متشابهات زيرو غير كذا واحد اوكي. كيف هذه عندي بوابة ال اكس ار اوكي. نسوي مسألة هنا عندي ال اي يساوي 192، هنا عندي ال B يساوي 15 اوكي. وهنا عندي طبعا احنا اللي بنجيب ال X اللي قلنا بيكون في ال result اوكي. فقلنا اول شيء نبدأ نحول ال A الى ثنائي اوكي. فهذا عندي 192 ال A، هنا عندي ال B اللي قلنا بتكون 15، طبعا هنا ال X يساوي ال A وهذه علامة ال XR اوكي. كذا نكتبها. لو نجي نشوف هنا، فلو نرجع للجدول اللي يشرح ال bitwise operator، طبعا هنا عندي ال operators، هذا عندي ال XR ال XR، هاي طريقة كتابتها اوكي. هنا B اوكي، فنرجع نكتب هذول عشان نحل المسألة. هذا طبعا ال A وال B عندي، قلنا هنا عندي أربعة أصفار وهنا أربعة وحايد.
اوكي، قلنا لو تلاحظون في الـ في الاكس ار، لو نرجع للخلف، اذا كان عند البتين متشابهات زيرو، اوكي، غير كذا واحد. اوكي، هنا عندي طبعا البتين مختلفين، اي يختلف عن بي فهو واحد. هنا عندي ايضا واحد، هنا زيرو لانه متشابهات. هنا طبيعي واحد، هنا بعده واحد، كله واحد. فهذا عندي الريزالت، هذه النتيجة حق الاكس. اوكي، فكذا نحن سوينا مثال على الاند والار والاكس ار. اوكي، طبعا شرحنا الاند والار والاكس ار. طبعا قلنا الحين راح نتكلم عن هذا الانفرتر اللي هي اللي قلنا تعكس الحالة، وأيضا بنتكلم عن الشيفت ليفت والشيفت رايت. أوكي، عندنا طبعا هذه اللي قلنا العكس، أوكي، اللي تعكس الحركة. يعني مثلا نفترض أن عندي في الكود عندي مثلا أي يساوي 255. اوكي، يساوي 255. اوكي، فانا اذا جيت قلت ان الاكس يساوي، وسويت العاكس بعدين اي، فكذا انا راح الاكس راح يساوي عكس قيمة الاي. اوكي، يعني خلنا اول شيء نحول شو اسمه الاي الى ثنائي، طبعا هذا الاي بالباينري، طبعا 255 كل 8 بالذات بتكون واحد كله وحايد. اوكي، هنا عندي الواحد، هنا الاثنين، وهنا الأربعة، وهنا عندي الثمانية، وهنا 16، وعندي هنا 32، 64، 128. أوكي، لو نجمع هذولي كلهم يعطيني 255. لو نجي نحسبينه، قلنا طبعا كله واحد زائد اثنين زائد أربعة زائد ثمانية زائد 16 زائد 32 زائد 64 زائد 128، 255 فعلا. اوكي، يعني قلنا كل البتات بتكون واحد. اوكي، فأنا يوم أحط اكس يساوي بعدين عكس، بعدين نحط ال A، يعني كذا انا قاعد اقول ال X راح يساوي عكس، ال X راح يساوي عكس قيمة ال A اللي هي قلنا كله وحايد. ف يعني ال X ايش بيكون؟ كله اصفار. اوكي، فهذا عمله بكل بساطة. اوكي، تعكس الحالة. بعد عندنا نشوف الشفت. عندنا اول شيء نبدا بالرايت شيفت. اوكي، نفترض ان مثلا، طبعا هذه نكتبها كذا، كيف هذه الشيفت. اوكي، يعني كذا ازاحه الى اليمين. اوكي، نفترض ان مثلا عندي اي يساوي 128. اوكي، طبعا ال 128 خلنا نحول الى الثنائي، واحد والبقية أصفار. هنا عندي الواحد والاثنان، هنا الأربعة، ثمانية، 16، 32، 64، 128. أوكي، آخر شيء واحد. أوكي، هذه الإيه. فأنا إذا قلت الإكس يساوي
الايه بعدين سويت ازاحة. طبعا هذه قلنا علم، طبعا هذه طريقة الشفت رايت، اوكي. فقلنا الاكس وش يساوي؟ يساوي الاي بعدين ازاحة. كم نبي نزيح الواحد؟ كم بت؟ مثلا نفترض ان حطيت واحد، اوكي. فكذا الاكس وش بيساوي؟ الاكس راح يساوي نزيح، طبعا راح يزيح كل البتات اليمين، يعني الواحد بيجي هنا، اوكي. فالاكس راح يساوي طبعا زحناه الى اليمين بت واحد، اوكي. اوكي فهذا الاكس، اوكي فهذا قيمة الاكس، اوكي. طب اذا سويت الاكس يساوي الاي بعدين شيفت رايت مرتين، اوكي، وش يسوي؟ كذا ما راح يزيح بت واحد اليمين، بتين، اوكي، يعني انه بيكون هنا، اوكي. ف اكس راح يساوي 0 0 بعدين كل اصفار، اوكي. فهذه بكل بساطة، طبعا راح نشرحها في العملي، وراح نسوي دائرة إلكترونية توضح كل هذه الأشياء، اوكي. بس هنا نشرحها طبعا نظري. طبعا نشوف الشيفت ليفت، يعني لو نرجع في الجدول، طبعا هنا عندنا شيفت رايت، تكلمنا عن الشيفت رايت، والآن راح نتكلم عن الشيفت ليفت، اوكي. طبعا كذا نسوي الشيفت ليفت، اوكي، عفوا. اوكي نفترض ان مثلا عندي اي يساوي واحد، اوكي. طبعا واحد بالثنائي، طبعا قلنا الاي متحول بطول بايت، اوكي. عندنا بايت، نفترض انه بايت، اوكي، يعني يكون في 8 بتات، اوكي. فانا بحول الاي الى ثنائي، طبعا قلنا الواحد راح يكون عندنا هنا واحد والبقية كلها أصفار، أوكي. طبعا هنا عندي خانة الواحد والبقية كلها أصفار، أوكي. طيب لو قلت إكس يساوي الأي بعدين شيفت ليفت 2، أوكي. فكذا انا راح ازيح الواحد خانتين لليسار، هذا خانة وهذا خانة، بيجي هناك، اوكي. فالاكس راح يساوي عندي طبعا هنا راح يجي هناك، لانه قلنا بينقل من هنا هنا خانتين، اوكي. بقي كلها طبعا أصفار، أوكي. طيب إذا قلت نسوي طبعا نغير قيمة شو اسمه الـ A، لنفترض أن مثلا نسوي صفحة جديدة، مثلا الـ A عند الـ A يساوي ثلاثة، اوكي. طبعا ثلاثة بالثنائي هنا، اوكي. فهنا عندي الواحد وهنا الاثنين، واحد زائد اثنين ثلاثة، اوكي. هذا الثلاثة، اوكي.
في البايثون من هذه الثلاثة. مكان، طب إذا قلنا إن الـ x يساوي الـ a، بعدين نسوي shift left، مثلا 2، اوكي، فكذا راح يزيح. طبعا قلنا الشفت راح يزيح كل البتات على حسب الاتجاه. انا هنا حطيت ليفت، يعني الشفت ليفت، اوكي. فانا سويت الاكس يساوي، طبعا بعدين ازيح البتات الى اليسار خانتين، اوكي. فكذا عندي اول واحد الى اليمين مرتين، اوكي، الى اليسار عفوا، هذا البت الاول هنا بيكون هناك، وهذا الثاني، هذا طبعا البت الاول على اليسار وهذا الثاني، اوكي، وراح يكون هناك هناك. فالاكس راح يساوي، طبعا قلنا بنزيح الواحدين الى اليمين، اوكي، بعدين بقية كلها اصفار، اوكي.